بتدوس على ده وده سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة الأيام كده غريبة في كل حاجة بتدوس على ده وده سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة نتعرف منظرنا وجوانا مكسرنا بنقاوح في قدرنا وسرقانا السكينة عالفاضي شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا قدرنا سرقانا السكينة على فاضي شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية ده مفيش تضحية قالك ما احناش ملايكة وخلصوا الأنبياء عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية Yeah.
طيبه يا بنتي؟ طيبه يا زادتي، بتعيطي ليه؟ هديه بسيطه، انت تستاهلي الدنيا وما فيها. انت احلى هديه في الدنيا. هنا دي انا هقول لك بقى، سيبك من العيال دي وتعالي افرجك على الهديه. تعالوا تعالوا. شايفه عربيتك اللي هناك دي؟ شوفي ده، ناس تجيلهم عربيات وناس من كتير مدينة مفاتيح. يا دوب على قدك. يا ريتني بتقدر اجيب لك الدنيا كلها حبيبتي. وسلام طيب. واو التليفون. يا حبيبي. كل سنة وانت طيبة حبيبي. يا رب اقدر اجيب لك الدنيا كلها والله. كل سنة وانت طيبة يا هند. سنة جاية يا بنتي نحتفل بيه في بيتك ان شاء الله. يا بدي هنكمل الشوكولاتة مع بعض يا بابا. هند. اي بابا. تعالي وريني الهدية الجميلة اللي معاكي دي. لا نروح لبابا، معلش ده بابا. انا عايزة دي. الله. اهو اشهر راجل اعمال عازب. منورين يا شباب. سنه وانت طيب يا سعيد. السنه الجايه ان شاء الله يبقى يوم عيد ميلاد ليلى يوم فرح. عقبال عيد ميلادك ال 17 يا ريت. ما تيجي نخش نقعد جوه لحسن، انا تعبت من الدوشه دي. اتفضل يا حبيبي اتفضل. يلا اتفضل. اتفضل. والله زمان. زمان قوي. زمان زمان والله. يا ليت الشباب يعود يوما يا سعيد. انتوا العواجيز. انا لا اقعدوا اقعدوا، انا هروح لثانيه تجيب لنا حاجه نشربها قبل ما اللي بره دول يشطبوا على كل حاجه. اوكي. جميل سليم عايز يشارك سعيد يا شوكت. يا اخي بقاله كتير بيتحايل عليا اتوسط له في الموضوع ده. جميل سليم لي اكتر من سنه متكعبل في السوق، ده حتى بيقول انه هيشر افلاسه. هو ده السبب الرئيسي اللي عايز يشارك فيه سعيد؟ على مو انت مش هتخسر حاجه. قول لسعيد وانا واثق 100% انه مش هيوافق. يا جماعه يلا نتصور بالموبايل الجديد صوره كلنا بقى. يلا 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 تعالى. يلا بنت انت عليك. انت عليك. يلا يا ماما يلا يا ماما. شيل على الصوره صور. واحد اثنين ثلاثه. يا جماعه لو سفريه يبقى نروح الجونه. مفيش فكره حلوه جدا، انا وحشتني الجونه بقالي كتير قوي مره. انا كنت هناك في العيد. طيب لو سافرنا نقعد قد ايه هناك؟ اكيد مش اقل من 10 ايام. ايه يا بنتي الفراغ ده 10 ايام ايه؟ هم 5 ايام بالكتير قوي. ده بالكتير 5 ايام، ده لو ابويا اصلا راضي يدينا اجازه. بقول لك ايه، انا وانت بعد الحفله بقى نخش عليه نطلب منه. لا يا معلم تقول له انت انا مالي. يا بنتي النهارده عيد ميلادك، مستحيل يرفض لك اي طلب. هو اصلا مش ممكن يرفض لي طلب. يا واد جامد. بس هنسيب الشركه 5 ايام بكتير قوي يا مصطفى. يعني ابوك يزمتك كل الموظفين اللي عنده دول هيغلب في اجازتك انت ومصطفى؟ سيبيني انا وانت سعيد. انا هقنعه واخليه يوافق على طول، ويمكن خليه يجي معانا كمان. لا يا بيبي ده انت فاهمه غلط خالص، انت سعيد ده قديم بتاع الكلام ده، الورده دي مش هتعمل حاجه. يعني يا ليلى في الاخر هتروح ولا لا؟ طب سيبوني اقول له رد عليك. ها الاثنين موافقين. بقول بقالنا كتير ما قعدناش قعده زي دي، اخر مره كانت تقريبا من 3 سنين. سعيد كانت عندي في البيت فاكر؟ فاكر. انت عملت اخر دقيقه ونزلنا انا وشوكت وسيبناك نايم. طب مش عندك اوض كتير في الفيلا ولا ايه؟ ايه انت ناوي تدهمل تاني؟ كل سنه انت طيبه يا نايم. انت طيب. عقبال 100 سنه. انا حاولت يعني الاقي حاجه الله تعجبك. حلو جدا. حلو جدا جدا جدا. ميرسي يا فريد قوي. على ايه؟ كل سنه طيب. عقبال 100 سنه. انت عارف انا عندي اخين، انت ومصطفى. مصطفى ما جابليش حاجه بس انت بقى اجدع منه، جبت لي هديه جميله. ميرسي جدا. كل سنه طيب. طيب يلا. I'm gonna
عرفتي بجد انت اللي عامله السندوتشات دي ولا هي اللي عاملاها ماما بجد ولا لا؟ اكذب يعني بس قوي. طب ثواني بقى يا جماعه عشان عايز اقول مفاجاه لهند. ايه؟ بكره هتيجي معايا الشركه عشان تستلمي الشغل الجديد. بجد يا حبيبي وافقوا عليا؟ امال احنا بنلعب. بس زي ما اتفقنا احنا جيران وبس مفيش موضوع خطوبه والحاجات دي. تقلقش. ده ايه ده؟ قانون في الشركه بقى ولا ايه؟ قال اه ما يشغلوش اتنين مخطوبين ولا متجوزين مع بعض. خساره. طب ده انا لسه كنت هقول لك شوف لي شغلانه معاكم في الشركه دي. بس خلاص بقى مش هينفع. ليه مش هينفع؟ عشان كنت رايح الشركه دي اصطاد عريس. المدرسه عندي كوبليه. انا اصلا مش فرقالي. احنا متفقين ان انا هشتغل لغايه الجواز وبس. صح؟ صح. وبعدين هقعد في البيت. يا سلام. هتشتغل 4-5 أشهر بس. طب وعلى ايه؟ مش 4-5 أشهر بس يا احمد؟ والله المفروض يا ماما هنا عقبال ما نخلص الشقه وبقيه الحاجات يعني تقريبا. هو انت لسه برضه ما لبستش دبلتك؟ مش عارف اعمل ايه يا ماما في موضوع الحساسيه ده. اجيب ذهب مش نافع، اجيب فضه برضه مش نافع. يعني انت هتقعد كده من غير دبل على طول بقى؟ يا بختك. بتقول ايه يعني؟ لا بستغرب على الشباب اليومين دول، اي حاجه تعمل لهم حساسيه. ما انا لابس الدبل 35 سنه اهو، ما حصلليش حاجه. نحسنا ولا ايه؟ العربيه الجديده شفتيها يا حاج عامله ازاي؟ ما شاء الله تجنن حبيبه قلبي. ربنا يبارك لها فيها ويكفيها شرها. الا تعملها كام العربيه دي كده يا حاج؟ ليه عايزه تجيبي عربيه يا سونسون؟ انا بسال بس. ثانيه ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. حاضر. وما تعلقيش على اي حاجه في البيت ده، مفهوم؟ يلا بقى انا لازم امشي دلوقتي. ليه كده؟ لا ليه كده ايه؟ الوقت اتاخر. ما لسه بدري يا بنتي. معلش يا حبيبتي هبقى اجيلك وقت تاني بس عشان عندي صحيان بدري. جاي تقضي واجب يعني؟ لا والله هجيلك تاني. يلا كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم. طيبه مع السلامه. بصي يا حبيبتي انك جيتي. باي باي يا حبيبتي. ها يا دوب نستأذن احنا كمان. على فين يا جماعه؟ احنا لسه هنتعشى سوا. لا معلش يا عم امين بقى خلاص عشان كريم نام واحنا لازم نستأذن. يلا يا بنات. يلا سلام عليكم. احنا مش غلط رايح فين؟ يلا يلا تصبحوا على خير. نورتي علي. تعالي بقى. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. هاي حبيبي جاي معانا ولا قاعد؟ لا يا حبيبتي اقعد شويه احصلكم. تصبحوا على خير. انت من اهله. باي باي يا طبيب. باي يا حبيبتي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. نورتونا يا علي. تسلمي يا حبيبتي. الله يخليك. تسلمي مع الف سلام. الف سلام. يلا يا بنات يلا عشان تساعدوني في شيل السفر. انا مش هشيل لوحدي. طب يا احمد انا هقوم اصلي العشاء بقى. اتفضل يا عم. انت بقى بجد بقى بجد. بصي يا احمد اديني فرصتي بقى وانت بتظرف عليا. يا احمد حبيبي شفنا. ابي تشرب قهوه؟ اه اشربها ساده. ماما هيشرب قهوة سادة. نوران بنورك. نورك يا تيفا. انا لازم اعمل شوبينج السفرية. اه بس انا ما تعملش اي حاجة لما اتكلم مع ابويا الاول. على فكرة احتمال ما يوافقش اصلا. خلاص انا هفضل قاعد مستني ستاند باي. بالظبط كده هتجيب تليفون عيش. بس بقول لك ايه انت كده كده طالع معايا في العربية. اه طبعا مش عايز اسوق المشوار ده كله. بكرة اعدي عليكي 7:30 الصبح بالظبط تكوني جاهزة. ها ماشي. صباح الخير. وانت من اهل حبيبي. كل سنه وانت طيب. انت طيب. ما تخشي بقى. حاضر يا ماما. قولي لي الموبايل ده يطلع له بكام؟ مش عارفه بس هو يعمل له 1500 مثلا. طيب. ايه يا ماما بس في ايه؟ ابدا. بقول بدل الموبايلات والبرفانات والدباديب ما يركز شويه ويخلص الشقه يحط القرش على القرش زي بقيه الشباب الواعيه ويلم نفسه تتجوزه.
ماشي ماما، بس انا اقوله ازاي كده يعني؟ بعدين هو عارف ان انا محتاجة موبايل، مش يمكن مثلا كان عايز يفرحني؟ يا عبيد، فرحتك الحقيقة لما تبقي في بيتك، ولا انا غلطان؟ لا انتي صح. في ايه يا سعيد؟ مركز انت في العصاير والصلصة والمربى؟ ده كان فاضل سنتين تلاتة وسعيد المقاولات تبقى التوب في البلد. بيني وبينك انا مستريح قوي كده دلوقتي، والسوق مساعد بصراحة، المقاولات بقى واقفة في البلد، لولا مشروع المدينة ما كنتش اشتغلت في المقاولات خالص. بس انا طول عمري اسمع من مجد ان مشروع المدينة دوت حلم من احلامك. صحيح، انا طول عمري بحلم ان يبقى في مدينة باسمي، كنت فاكر ده اهم حاجة، لكن اكتشفت ان في حاجات كتير اهم. كل وقت له أدان. في واحد بيسلم عليك يا سعيد وطلب مني اتوسط له عندك. مين ده؟ جميل سليم. الله يسلمه. طلب مني ان افتح لك موضوع ان هو يشاركك. يشارك مين؟ ده جميل موقفه المالي زي الزفت، وسعيد الكومي ما يشاركش فشله. ربنا يستر. امك قفشت على هديه احمد حته قفشه. الست دي مش هين عليها تسيبني يوم افرح من غير ما تقطمني بكلمتين وتنكد عليا؟ في ايه يا بنتي؟ انا بكلم نفسي. ماما قلقانه عليك يا هند. ايه هنا مالك؟ في ايه؟ في حد ضايقك؟ مفيش حاجه، انا بس لما عيد ميلادك بيجي بقلق. تقلقي ليه؟ عشان عيد ميلادي بعد عيد ميلادك بشهر، هتم 34 سنه كمان شهر. وفيها ايه يعني 34 سنة؟ يا بنتي ده انت زي القمر. يا ريتني كنت في حلاوتك يا هند، ده انت اللي قمر. مبروك على الموبايل. الله يبارك فيكي، دي امك كانت عايزة تدشدشه. يلا بقى اتجوزي وروحي بيتك، حاجة حلوة قوي يكون عندك بيت. اسمعي كلام ماما، وزنقي خطيبك عشان تتجوزي بسرعة. طيب ماشي، هبقى زنقه. يا قطة، اتبسطتي؟ جدا جدا جدا، ده احلى عيد ميلاد عملته لي من ساعه ما خلفتني. الله، وانت كل سنه تقولي نفس الجمله دي، ما تغيري بقى. ده التاريخ بقى يا اخي. ان شاء الله يا رب يكون ايامك اللي هي كلها احلى من اللي قبلها. ربنا يخليك لي يا بابا. طيب تصبح على خير بقى عشان انا عايز انام. استنى سعيد باشا القمر، ممكن نتقدم لسيادتكم بطلب؟ اتفضلي يا ليلى هنا. انا والاستاذ مصطفى اخويا عايزين نطلع رحله لمده 5 ايام. انتوا الاثنين مع بعض؟ اخوات بقى. طب وشغلكم؟ اطمن، احنا لسه هنسافر بعد بكره، يعني قدامنا بكره طول اليوم هنظبط كل حاجه، ما تقلقش. انتوا الاثنين متفقين بقى. طب ورايحين فين؟ طالعين الجونه. فرمان، كل واحد فيكم يقدم لي ريبورت في التخصص بتاعه. انت مصنع مركزات من اول خط الانتاج لحد التسويق. حاجة بسيطة، اعتبرها جاهزة على مكتبك خلاص. طيب، وسيادتك الشغل المتلتل اللي فوق دماغك بالنسبة بقى للتعيينات الجديدة وملفاتهم، ها؟ ماشي؟ أنت ما تعملش حاجة لوجه الله أبدا؟ تحب من ليلتي يا بابا. أنت بتشحتي؟ أنتوا الاثنين نصابين. أنا موافق، يلا تصبحوا على خير. طب ما تاخد أجازة وتيجي معانا. أهو أنا صايع زيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. خد يا جدعان، استنى رايح فين؟ استنى اوصلك. محرمش منك يا ابو كريم، بس مش عايز اعطلك معايا يعني. يا عم تعطلني ايه؟ استنى اطلعك اول الشارع، احنا معانا عربيات برضه. ايه ده شويه بس، النهارده اول يوم شغل الهند وعايزين نروح الشغل سوا ونعمل لقطه. ما انت فاهم بقى، عادي بقى. هند بقى. طب استنى، دي وحشاني جدا والله. استنى اوصلكم انتوا الاثنين. عادي، سيب اخوك في حاله، روح انت يا احمد، ربنا يستر طريقك يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام يا اخي. يا اخي عاوز اول يوم يروح الشغل مع خطيبته تكبس على نفسه. خلاص يا ست الكل، خدت بالي في الاخر. وبعدين خلاص بقى، البت قاعده خلاص، هيبقوا مع بعض طول النهار في الشغل، ما حبكوش الشويه دول. يلا انا نازل، عايزه حاجه؟ يا حبيبي، عايزك تفوت على فتح الفرارجي قول له يبعت لي 3 فرخات بلدي، بس يكونوا وسط، بلاش الكبار دول. حاضر. حاجه تانية؟ قول له يبعتهم بسرعه عشان الحق اعملهم على الغدا. ماشي يا ست الكل. الله، ده كريم. يلا يلا حبيبي. سلام. مع السلامه. مع السلامه حبيبي.
يا صباح الخير اللي معانا اللي معانا يا صباح القمر والعسل. شكلي حل زي القمر بجد؟ نمتيش امبارح ولا ايه؟ عايزه انام. لا مش حاجه اسمها كده، النهارده اول يوم شغل ولازم نبقى فايقين وعارفين نعمل ايه والحاجات دي. حبيبي لسه ما خدتش على الصحيان بدري. مش حاجه اسمها كده. واللي جاي دلوقتي هتبقي في الشركه، حد يجي يهزر معاك اي حاجه يقول لي كلمه مش عارف تعملي ايه، مفيش حاجات دي خالص. ها طب ارجع؟ لا ترجعي ايه؟ بلاش. اسمعي الكلام وخلاص. بلاش. انا اسمي ليلى الكومي وهبقى مسؤوله عن تدريبكم هنا في الشركه دي، اسمها شركه المركزات. شركتنا دي بقت من اهم شركات في مجموعه الكومي، وده في خلال الخمس سنين اللي فاتوا بس. وده ليه بقى؟ لانه قائمين على الشركه بيهتموا بيها اهتمام خاص جدا، وسعيد بالكومي خصوصا بيرعاها وبيهتم بيها. المعيار الحقيقي للشغل هنا هيكون الكفاءه العاليه، وده اكيد متوفر فيكم كلكم. اسفه كنت طولت عليكم. كل واحد هيروح على مكانه اللي اتحدد له، وما تنسوش احنا كلنا هنا تحت الاختبار لمده 3 شهور، بعدها هنجتمع هنا تاني عشان نقول مين مكمل معانا ومين هنستغنى عنه. حد يحب يسال عن حاجه قبل ما تستلموا الشغل؟ انا خلصت. يا سلام. ايه ده كاش ده؟ انت بقالك ساعه هنا في الشركه لحد ما خلصتي؟ ايه يا اما انت موافقه على الكلام ده؟ خلصتوا اجراءات الجداد؟ هما كانوا 19 وزعناهم على ادارات الشركه حسب الاحتياج، وملفاتهم نزلت شؤون العاملين يعني. تمام. مش قلت لك خلصت؟ عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه امشي، عندي سفر بكره ولازم احضر نفسي. طب يلا مع السلامه، بس على شرط مالكيش دعوه باخوكي، عندي شغل. مش عايزاه، مش عايزاه، خليه. مع السلامه. ما يضركيش طولها، دي طفله. ربنا يخليها لك يا سعيد بيه. ما تقلقيش، واحدة واحدة هتفهمي كل حاجة ومش هتلحقي على الشغل. أهم حاجة في إدارة شؤون العاملين هنا معرفتك، إن ودنك تاخد على الأسماء، مش إنك تحفظيهم صم طبعا، بس شوية تركيز في الأول هيوفر عليكي تعب كتير. بس معلش من فضلك ممكن تشرحي لي أكتر شوية؟ يعني مثلا أول ما بسمع اسم المهندس عثمان بفتكر على طول المهندس عثمان أحمد الصاوي، مهندس في إدارة الصيانة وبيشتغل في الشركة بقاله 7 سنين كده يعني. طب واحنا تقريبا يعني بنتكلم في عدد موظفين قد ايه في الشركه؟ عدد موظفين الشركه حوالي 180 موظف، ده غير المندوبين، وطبعا في المصنع عندنا اكتر من كده بكتير، فوق ال 500 عامل، ده غير الاداريين اللي في المصنع. وانت حافظه اسامي كل دول وعارفه كل واحد فيهم بيعمل ايه بالظبط؟ مش شبه كده يعني. مايوهات خلاص، جنسات خلاص، حاجة التان كلها جت ولا يا روح قلبي اساعدك؟ لا انا خلصت خلاص، مفضليش بس غير فستان روز. فين هو؟ سنة التكوين. اجيبه؟ لا خليك اقعدي معايا شوية عشان هتوحشي. وانتي كمان هتوحشي. انا متضايقة. ليه؟ مين هيهتم بيكي هناك بس؟ الاكل اللي بتحبيه؟ مين هيغطيكي وانتي نايمة؟ مين هيقل عليكي؟ مين هيضحكك وانت كده مزربنه زي عادتك؟ هكلمك في التليفون وانت هتضحكيني طبعا. ربنا يخليكي ليا ويحميكي وترجعي بألف سلام. انت رايحه شرم؟ لا، حاجه زي شرم كده اسمها الجونه. الجونه اسمع انها بيقولوا حلوه قوي. نيجي معايا. اجي فين؟ انا في ركب ده الفيلا هدى حيلي. طب وحياه ركبك بقى، تروحي تجيبي لي الفستان دلوقتي. حاضر. اي بسرعه. اي اجري. ها يلا. الو ايه يا بنتي، انت فين كل ده؟ طب يلا تعالي بسرعه واعملي حسابك هتباتي معايا وهنمشي من هنا ان شاء الله. اوكي باي باي. استاذ مصطفى. هند هند ايه الاخبار؟ طمنيني اول يوم شغل ايه؟ تمام جدا الحمد لله. معايا فاطمه بتاعت شؤون العاملين، عارفها؟ ايوه. اه مش انا بدي؟ لا يا اخي مش دي الثانيه، دي ظريفه جدا. قالوا ان انا المرتب بتاعي 1200 جنيه عشان لسه تحت التدريب، لما اتثبت هيبقى 1600. حلو. الف الف مبروك يا روح قلبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. كده نقدر نخش جمعيه ب 1000 جنيه في الشهر، سنه هناخد 12000 جنيه. 12000 جنيه
يبقى قفلنا كل حاجه. بس حاول على قد ما تقدري بقى ان احنا نقبض التاني او التالت بكتير قوي. ايوه طبعا، ان احنا نعملها ليه اصلا؟ توصلوا بالسلامه ان شاء الله، او ما توصلوا طمنوه بالتليفون، وبلاش بقى الجنان ده والسرعه والكلام ده كله. خلي بالك من اختك. ها؟ يلا بالسلامة. وهنكسر رجلينا قبل ما ننام كمان، ما تقلقش. واسنانك. مع السلامة. باي باي. خلي بالك من نفسك. يلا. خلي بالك انتوا من نفسكم. مع السلامة. هتيجي معانا يا بنتي تروحي في بيتك ليه؟ لا هروح. عزام حبيبي. هتبقى معانا هنا. دورة. هاتي. صباح يلا. جيب السلامة يا روح قلبي. هتوحشيني. وانتي كمان. طلعنا اجازه زي كده، الشغل محتاج لنا جدا. هو مصطفى بيكرر ان هو يزقني على ابوه. طبعا بس تعرف ان انا زعلانه قوي ان انا مسافره وسايبه ابوه. ليلى اختك جرالها ايه؟ حصل لها كسر مضاعف، ولما عظمها اتكسر نزفت كتير قوي. هو الدكتور جه. دكتور البنت عامله ايه؟ ما طلعش خير، بس هي نزفت كتير ومحتاجه ان انا دم. انت والدها؟ ايوه انا والدها. هي بصيرتها او نيجاتيف وللاسف مفيش في المستشفى، يا ريت تقولها متبرع. اشتري لها على طول. كلمنا بنك الدم وللاسف مفيش. لو متبرع هيبقى افضل واسرع. انا او نيجاتيف. طب تعالى معايا. اتخنقت قوي بقى، عايزه اروح البيت. البيت وحشني، وبعدين ايه جبس يعني ده اللي قعدني في المستشفى كل ده؟ هروح له تقليش. اهو الدكتور جه، قول له بقى. حاضر. اهدي يا دكتور. مساء الخير. مساء الخير، عايزه اروح. زهقت. اخبارنا ايه دكتور؟ من فضلك احنا بقالنا شهر هنا، احنا مش فاهمين حاجه، تحاليل ورا تحاليل ورا تحاليل. البنت بقت كويسه، ملوش لزوم قعده هنا. انا هروح البيت اريح لها. انا اسف جدا، عبد المنعم اللي اتبرع لها بالدم يوم الحادثه عنده الايد. دكتور ايه؟ لا 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 مستحيل، لا لا مستحيل، لا لا عبد المنعم يعمل كده؟ عبد المنعم ما كانش يعرف، ولا احنا كمان كنا نعرف. اسمعني انا مش عارف اقول لكم ايه اللي حصل ده. غريب جدا، احنا عملنا كل التحاليل لعبد المنعم والاجسام المضاده للفيروس ما ظهرتش في جسمه، لكن المرض ده لما بيبقى جديد ممكن بني ادم يقعد شهرين وثلاثه الفيروس في دمه بس في جسمه لسه ما اكتشفوش. احنا عدنا التحاليل اكتر من مره، وعبد المنعم دلوقتي حالته النفسيه سيئه جدا، مرعوب. Thank you.
منك. ليلى ليلى بنتي 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 ليلى 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 ليلى